السياحه هو بوحدو اللي غادي يبقى معطل. هو الاول برك، هو الاخر. شوف باش يتحرك ولا ما يتحركش. فين هما الاجانب انت نخدموا معاهم؟ فين هما؟ عباري علي، رئيس الهيئه الوطنيه للنقل السياحي على صعيد الدار البيضاء سطات. هذه الوقفه الانذاريه نادت بها النقابه الوطنيه للسياحه، تتازرها الهيئه والفيدراليه والنقابه ديال النقل السياحي. هذه الوقفه الانذاريه جاءت بعد مراسلات عده من السلطات المعنيه، وبعد لقاءات مع الحكومه، واخر لقاء كان مع وزيرة السياحة ووزير المالية والوزير الأول، ولكن لحد الآن ما لقاتش أذان صاغية. من المطالب اللي تتنادي بها هاد تينادي بها المهنيين ديال النقل السياحي، تأجيل الضرائب إلى غاية آخر سنة، تأجيل المستحقات البنكية فيما يخص القروض، دعم السائق المهني اللي بقى بلا خدمة من شهر مارس، وكذلك تخفيض من التأمينات. وهذا الشيء تيكون واحد العبء كبير على المقاولات ديال النقل السياحي، مقاولات صغرى ومتوسطة، وأثر على هذا القطاع كثير، وما لقاش اذان صاغيه من طرف المسؤولين. لهذا تناديو وتنجدوا صاحب الجلاله الله يشافيه باش يتدخل ويلقى حل لهذه الازمه اللي تتعيشها، اللي تعيشها القطاع السياحي. والسلام عليكم. يعيش القطاع السياحي ازمه لا مثيل لها، خصوصا مع ظهور الجائحه، وتضرر بشكل فظيع جدا. الشيء الذي يتطلب من الجهات الرسميه الوقوف الى جانب هذا القطاع الحيوي الذي يشكل طبعا يعني راكزه اساسيه على مستوى البلاد، الا ان المسؤولين الرسميين لحد الان لا زالوا غير مهتمين بمشاكل هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالأبناك التي لم تقف إلى جانب هذا القطاع هذا، وفرضت على العاملين في هذا القطاع يعني زيادات لا قبل لهم عنها، مع أنهم يطالبون فقط بإرجاء هذه المستحقات البنكية إلى أجل حين تعافى الأمور، وعند ذلك يبتدئون طبعا في تسديد ما بذمة هؤلاء النقالة. إلا أنه كل ذلك قوبل بالصمت وقوبل بالتهميش الذي لم نعهده في هذه الأمناق، مع أننا زبناء مخلصين أوفياء لهذه الأمناق، لكنهم قوبلوا جميعا بالتهميش واللا مبالاة، ونحن نستنكر هذه الأمور. على المستوى الرسمي طرحت المسألة في البرلمان لكن دون جواب، طرحت على المستوى لجنة اليقظة لكن لم تسفر عن أي شيء لحد الآن، والإخوان كلهم ينتظرون طبعا إجابات يعني تكون في مستوى الحدث للوقوف إلى جانب إخوان القطاع السياحي لحل مشاكلهم. وأظن أن هذه المشاكل يعني غير يعني ذات تتعلق فقط بالمستحقات البنكية، ثم مراجعة الضرائب، لأن الضريبة هي الأخرى خصها يعني تعاود تعاود، لأننا نحن في شلل تام ولا يمكن أن نبقى هكذا منعزلين عن هذه القطاعات. جينا اليوم كنساندوا النقابة الوطنية للمركزية ديالها في مدينة مراكش والجهويات ديالها عبر ربوع المملكة. بالنسبة لنا احنا جينا كنساندوا الإخوان ديالنا على ربوع المملكة، دايرين احتجاج في جميع أرجاء البلاد، كنطالبوا بواحد ثلاثة المطالب اللي تغاضت عليها لجنة اليقظة والحكومة. ثلاثة المطالب اللي هي حقنا مشروع. أول مطلب هو تأجيل الأقساط لمدة سنة بدون فوائد. الشط الثاني هو التأمين. لا يعقل أن السيارات واقفين
والحافلات واقفين والتأمين كيحسب علينا. المطلب الثالث هو السائق المهني، يجب يشوفوا النظر ديالهم، إعادة النظر باش الدعم اللي كيعطيوه يخليه لواحد السنة كاملة. هذه مطالب اللي هي حقنا مشروع أبناك، دورة الظهر ديالها الأبناك المغربية هي أكبر أبناك المغربية، هي أكثر الأبناك في العالم من ناحية الفائدة، كتفلت 13.5. فلا يعقل أن الناس ديال الحكومة والناس ديال لجنة اليقظة يدوروا لنا ظهرنا وما يتصنتوش للدستور اللي جا به صاحب الجلالة. ما كنطالبوا من الدولة تتوقف معنا حنايا، ما كنطالبوش تعطينا، ما كنطالبوش دير شي حاجة مستحيلة. راه وعدوا الحر يبينون عليه، والديون ديالنا حنايا قادين به، ولكن هنا راه كاينه واحد الجائحه اللي كبرى، راه العالم وقف. فكيف عقلك تشد واحد القطاع وتقصيه وتبقى تستنصر الدماء ديالو هباء منثورا؟ فكنقول من المنبر اللهم ان هذا لمنكر، وكنعاود طالب مره اخرى للتاكيد صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله يعطي اوامر ساميه للناس ديالو اللي كاينين في الدوله واللي على راسهم سعد الدين العثماني، باش يقوموا بواحد الدور اللي هو يكون كيليق وكيهز بالقطاع ديال النقل السياحي، لحقاش واحد القطاع فعال. وغنعاود ناكد على اصغر واضعف سائق مهني كيضرب في المغرب يقوم مقام السفير ديال الدوله ملي كيجي كيخدم، حيت كتجي عندك عائله كيبرعوا ملي كيمشيو كيبقاو يهضروا على المغرب كيجيو عائلات اخرين. وشكرا والسلام عليكم وعاش الملك.